بسم الله والاب والروح القدس الاله الواحد. في جاياني مشكله من واحد ماضي ميم ب ب، ممكن يقابل نيافه الانبا بسنتي وهو هيخش له لحل مشكلته، لان مش مكتوب لا الاسم ولا العنوان. واحده تاني بعت جواب بتقول ان اخوها خايف من الاكل. عايز اقول لك ان التهديدات اللي زي دي ما تخوفش، خلي اخوك راجل وشجاع وما يعملش حاجه وما يخافش، واحنا نحاول نعمل اللي نستطيع من اجله، لكن ما يخافش ابدا ابدا ابدا، خليه راجل. مش هو راجل برضه؟ الرجالة ما بيخافوش، خلوهوش يخاف أبدا. جاي لي إعلان من معهد الدراسات القبطية يقول إن قسم الآثار والعمارة فاتحين معرض بالمعهد وتعرض فيه خرائط تحوي صور ورسومات لجميع الكنائس والأديرة الأثرية بمصر، مع نماذج وصور لأحدث الاكتشافات القبطية، ويسمح بالزيارة اعتبارا من الغد، من بكرة يعني الخميس 15/10 لغاية يوم، لمدة شهر من الساعة 6 لغاية 9 مساء. واحدة بتقول كنت مخطوبة لواحد لمدة 5 سنوات وانفصلت، 5 سنوات وانفصلت بسبب عدم تجهيزه الشقة. ده لو كل شهر كان يشتري كرسي كان زمان خلص. عدم تجهيزه الشقة أو أي جهاز، وخطبني واحد آخر وانفصلنا بسبب غيرته الزايدة. وفي فترة خطوبتي الثانية خطيب الأول خطب واحدة أخرى وتزوجها إنجيلي وطلقها، والآن يريد الرجوع إلى لا لا لا، اللي زي ده ما تاخدهوش أبدا، ما دام عرف إزاي يتجوز بطريقة معينة ويطلق وياخد يبقى ما ينفعكيش يا بنتي أبدا. انتظر لما يجي لك الثالث يمكن يكون احسن. ثم خطيبك ده اللي هيرجع لك، هيرجع لك بجهاز ولا من غير جهاز؟ ولا هيجيب لك جهاز اللي طلقها ولا ايه الحكايه؟ من مش عارف. واحدة بتقول فتاة تزوجت من 2 سنين ولا تزال عذراء وتريد الانفصال من زواجها ولا تريد العشرة معه. في الحالات اللي زي دي اللي بيكون الرجل عنده عجز جنسي والبنت تبقى عذراء، بيبقى في قضية اسمها بطلان زواج، مش طلاق، بطلان زواج. فتقدر تقدم قضية بطلان زواج وتجيب شهادة من أي طبيب إنها ما تزال عذراء وتخش في القضية، ولما والكنيسة تصرح ليها بالزواج بعد كده على اعتبار إن زواجها الأول لم يكن زواجا وإنها ما تزال بكرا فتتجوز كبكر. واحد بيقول سؤال: ما هو المقصود بقول السيد المسيح طوبى لمن لا يعثر فيه؟ هل يمكن لإنسان أن يجد عثرة في الله؟ لا، كلمة يعثر فيه هنا معناها يشك فيه، يشك فيه. يعني في بعض الأحيان كانوا الناس لما يشوفوا السيد المسيح في حالة تبدو ضعف يشكوا فيه، أو يلاقوه يعمل معجزة في يوم سبت يشكوا فيه، أو يلاقوه يقعد مع عشارين وخطاه يشكوا فيه،
فبيقول طوبى لمن لا يعثر فيه، يعني لمن لا يشك فيه. واحد بيقول أرجو أن تفسر لنا الآية الواردة في المزمور ليخزى الذين يقولون لنفسي نعمة نعمة، يعني الشياطين اللي بيمدحوني بنطلب منها ربنا يبعدهم لألا يقع الإنسان في المجد الباطل، لألا يقع الإنسان في المجد الباطل نتيجة مديح الشياطين. واحد بيسأل ما وضع المرأة في التعليم؟ المرأة لها أن تعلم الأطفال، لها أن تعلم البنات اللي زيها والستات، ولكن ليس لها أن تعلم الرجال. يعني خليها في طقسها كده وما تعلمش رجالة. بصفة ان الكنيسة فيها رجالة وستات فيبقى المرأة ما تقدرش تعلم في الكنيسة في الاجتماعات بتاعت الستات والرجال، لكن اذا استفردت بشوية ستات تقدر تعلمها. واحد بيقول انا شاب عندي 28 سنة خطبت بنت عمي من 6 سنوات ولكن ما فيش تفاهم بيننا. 6 سنوات واخيرا بعد مدة 6 سنوات اكتشفت انها لا تصلح لي، هل اخذها واعيش معها وانا نفسيا غير مرتاح ولا انفصل عنها؟ طبعا ما تقدرش تتجوز واحدة وانت ما بتحبهاش، لكن تبقى انت برضو في مدى 6 سنوات اسأت الى هذه الفتاة وضيعت مستقبلها وضيعت فرص عليها وعقدتها وهي بنت عمتك. احنا نقترح يعني كاقتراح لكم ان تنفذوه اذا شئتم، يا ريت في محضر الخطوبة تحدد مدة معينة، حد اقصى لاتمام الزواج، بحيث اللي يجي التأخير منه يبقى هو السبب في فصل الخطوبة وضيع حقوقه. لكن واحد يعشم بنت 6 سنوات ده حرام، وبعد كده يرفضها حرام. لكن على الرغم من انها حرام ما اقدرش اقول لك انك تعيش مع واحدة مش مستريح ليه، لأن فصل الخطوبة أسهل من فصل الزواج. كون أنكم تنفصلوا الوقت وأنتم خطبين أسهل من أنكم بعد ما تتجوزوا تنفصلوا بدون سبب يوافق عليه الإنجيل. حدث خلاف بينه وبين مراته بسبب حماته، عايشين سوا يعني. يا ريت تقول لنا عنوانك واحنا نشوف نقدر نصالحكم ولا نعمل لكم حاجه. واحد بيقول مدرسو التعليم الابتدائي الذين تم تأهيلهم جامعيا وفي انتظار الحصول على الشهاده هل يمكنهم الالتحاق بالاكليريكيه؟ إذا جابوا ما يثبت المؤهل الجامعي ممكن نلحق، إذا ما أثبتوش في القسم الليلي يعني. إذا ما أثبتوش تأهيلهم ممكن نعمل لهم فصول خاصة بالمدرسين. واحد بيقول أصيبت عيني اليسرى بانفصال شبكة نتيجة لعملية جراحية من طبيب عيون سامحه الله، وأصيبت عين الأخرى بمية بيضة، وأوشكت أن لا أرى أمامي نهائيا، ولقد ألجأني الرب أني ألجأ لقداستكم خاصة أني أب العشرة بنات وبنين منهم 3 متزوجين بالمنيا والسبعة الآخرين بجميع مراحل التعليم،
فأرجو أن يتطوع على يدي قداستكم أحد أساتذة العيون لتبني علاجي. إحنا مستعدين خالص، والعنوان موجود، ونتصل بيك ونشوف لك طبيب عيون، وربنا يكون معك. واحد بيقول: ما رأي قداستكم في صندوق دفن الموتى الذي يتبعه المسيحيون فقط عند دفن موتاهم، وهل السيد المسيح دفن في صندوق في القبر؟ هو احنا بنحطه في صندوق يعني احتراما للجسد، ما يعني هيشلوه كده على كتافهم ولا ايه ولا على نقاله؟ لكن دي مزعلك في ايه؟ مش عارف يعني الراجل ده ما يعني اذا كان على تمن الصناديق اي حد يموت لكم مستعدين نجيب له صندوق وما تتكلمش تمن. مش عارف يعني ايه؟ انت تبحث عن مشكلة تتعبك في مستقبل حياتك في حياتك الروحية، لكن دي يا ابني تعبك في ايه؟ على الاقل تحفظ عظامه ويكون معروف ده فين. ومع ذلك في الاديرة ما بيدفنهمش في صناديق، لان معروف المكان اللي بيتحطوا فيه. شاب صغير بيقول: هل يجوز لي الرهبنة في سن 15؟ لا يا حبيبي، طبعا في قديسين اترهبنوا في سن صغير، فان كنت من هؤلاء القديسين ممكن، لكن عمليا دلوقتي لازم الواحد يكون معافى من الخدمة العسكرية، فلازم تنتظر لما تؤدي الخدمة العسكرية وبعدين تروح تترهب. ثانيا في سن 15 جايز تجي لك حروب معينة، فاحنا عايزين انسان يجاهد وينتصر وبعدين يروح يترهب. كمان في سن 15 ما تكونش كملت تعليمك ولا حاجة، فروح اتعلم وخد شهاداتك وبعدين تعال. وجايز في هذه السن يكون مجرد انفعال وقتي، يعني واحد قرأ سيرة قديسين يقول عايز اترهب وبعدين يروح يلاقي نفسه تعب ومش قد الرهبة. فخلي الفكر موجود معاك وجرب، هل الفكر هيثبت عندك ولا لا؟ فإن كان ثابت الأديرة موجودة ما جرى لهاش حاجة، فأي وقت تروح تترهبن أهي موجودة. واحد بيسأل: ما معنى تنضح علي بزوفاك فأطهر؟ زمان كانوا لما يعملوا ذبيحة من أجل مغفرة الخطايا يجيبوا حاجة اسمها الزوفة، نوع من النبات زي الشرش كده، معرفش هيترجموا الشرش ايه، فهي عشب كده يحطوه في الدم وينضحوا بيه لتطهير المكان بالدم. فبيقول له: انضح علي بزوفاك فأطهر، يعني بدمك الذي لغفران الخطايا تنضح علي علشان انا اتطهر بهذا الدم. واحد بيقول: انا اخطئ كثيرا ثم اتوب واعترف، ثم بعد مدة ارجع للخطية ثم اتوب واعترف واكرر. في الحقيقة تبقى انت ما تبتش، ما دام بترجع لخطية تبقى ما تبتش. التوبة الحقيقية ان الواحد ما يرجعش للخطية تاني، وهذه هي التوبة اللي شفناها في القديسين. أغسطينوس لما تاب ما رجعش للخطية تاني، موسى الأسود لما تاب ما رجعش تاني، بلاجيا مريم القبطية لما تابوا ما رجعوش تاني. فكون انك انت بتتوب وترجع وتتوب وترجع، دي اسميها محاولات للتوبة، لكن في الحقيقة تبقى لسه ما تبتش.
ده انت لازم تخلص مرحلة التوبة عشان تخش في النمو في النعمة وفي الدرجات الروحية. لكن على اي الحالات حاول وربنا يكون معاك، وشوف ايه الابواب اللي جيلك منها الخطية وسدها، والاسباب اللي جيبلك الخطية وابعد عنها. لان جايز انك انت بتسيب الخطية لكن بتخلي اسبابها لسه اعلى فترجع لك تاني. زي مرة شاب قال لي الحكاية دي من زمان، يمكن من قيمة 32 سنة ولا 35، من زمان يعني. قال لي ان في كتاب معين كان بيعثرني وبيجيب لي افكار خطية، فانا الكتاب ده نزلت في البدرون بتاع البيت وفي صندرة من الصندرات وخبيته في اي حتة وقلت ما هوش اقراه. ومر عليه كام شهر ورجعت القطية نزل تاني وقعد يدور على الكتاب عشان يقرأ. فانت تبعد عن كل اسباب الخطية، مش تأجلها، ابعدها خالص. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. واحد بيقول خدام القاهرة يطالبون بلقاء روحي مع قداستكم خصوصا مش عارفين نسلم عليكم. طيب ان شاء الله نشوف لكم لقاء. حاضر من عناية. واحد بيقول شعب كنيسة ماري جرجس بالمعادي يستغيث بقداستكم لرسامة كهنة جدد بالكنيسة، والكاهن الوحيد الموجود مريض والشعب كثافته ضخمة الى اخره. حضروا لنا مرشحين واحنا نرشمهم لكم، شوفوا مين اللي يصلحوا وقدموا لنا ناس، قدموا لنا ناس من عندكم يصلحوا للرسامة واحنا نرسم. واحد بيقول عندما قام السيد المسيح له المجد من الأموات، من الذي دخل الجحيم ليخلص أبرار العهد القديم، الروح أم اللاهوت؟ الروح الإنسانية متحدة باللاهوت، لأن اللاهوت لم ينفصل أبدا لا عن روحه ولا عن جسده. على رأي القسمة السريانية اللي موجودة عندنا في الخلاجة بيقول انفصلت روحه عن جسده ولاهوته لم ينفصل قط لا عن روحه ولا عن جسده، فبقي الجسد متحدا باللاهوت في القبر والروح متحدة باللاهوت ذهبت وفتحت أبواب الجحيم وأخرجت الراقدين على الرجاء. واحد بيقول هل استخدام السبحة حرام؟ لا يا ابني، استخدام السبحة مش حرام، لو عايز تستخدمها استخدمها، بس بلاش قصاد الناس. بلاش ايه؟ قصاد الناس. السبحة دي كانوا بيستخدموها في الصلوات او في المزامير اللي مش عايزين ينشغلوا بعادتها فيعملوها بالسبحة. يعني افرض انك انت بتضرب 40 مطنة، هتقعد تعد وتقول ادي مطنة واحد ادي مطنة اثنين، هتنشغل بالعدد مش لطيف. فسبحة فيها 40 وكل ما تضرب مطنة تنزل واحدة. كذلك في الصلوات اللي بتقولها، زي مثلا صلاة يا رب يسوع المسيح ارحمه، بتكررها 100 مرة 200 مرة 300 مرة، فتبقى تستخدم السبحة عشان ما تنشغلش بالعدد. واحنا بنعمل دي في يوم الجمعة الكبير عشان نعد المطنين. سؤال، هل نقرأ جميع المزامير في كل صلاة؟ على حسب قدرتك الروحية، ان كنت تقدر تصليهم كلهم خير وبركة، ما تقدرش على قدك وصلي المزامير اللي تقدر عليه، وحاول تنمو يعني،
مش تقول اخدت حل ان انا اصلي شويه مزامير واسيب الباقي، لا، حاول تاني. واحد بيقول كيف يمكنني ان احب عدوي؟ الا تبدو هذه الوصيه صعبه؟ شوف، محبه الصديق ممكنه ومحبه القريب ممكنه، حتى الوثنيين والملحدين بيحبوا اصدقائهم واحبائهم وقرايبهم، لكن محبه العدو هي اللي فيها نوع من النبل والسمو الروحي، وفيها ايضا نوع من الانتصار على النفس، الانتصار على النفس واخضاعها. عشان كده، علشان توصل لدي، لازم تعرف اولا ان عدوك مش هو اللي بيعاديك، انما هو ضحية للشيطان اللي بيعاديك ويعاديه. ولذلك كلمة لطيفة خالص قالها القديس أثناسيوس الرسولي لما كان بيحارب الأريوسية، قال: عدونا ليس هو أريوس أو الأريوسيون، إنما عدونا هو الشيطان. الشيطان اللي بيحرك أريوس واللي بيحرك الأريوسيين كلهم مع بعض. فعدوك ده بصفته إن هو ضحية من ضحايا الشيطان الذي أسقطه، انت تصلي من اجله ان ربنا يهديه، وتصلي من اجله ان ربنا يحنن قلبه عليك. دي اول نقطة. تاني نقطة، ليس المفروض انك انت تحمل كراهية لاحد. ممكن تقول يا رب توبه، يا رب ابعد قسوته أو ظلمه عني، يا رب نجيني منه، لكن ما تخليش فيه كراهية في قلبك، لأن القلب الذي يسكنه الحب لا يصح أن تسكنه الكراهية أيضا. ومن المظاهر دي، حاول إن عدوك أنت لا تفرح ببليته، ولا تفرح بسقوطه، ولا تفرح بأذيته. إن أصابته بلية أو أذى أو تعب، ما تفرحش بكده، لئلا يكره الله صلاتك، بل بالعكس حاول أن تواسيه في بليته وفي تعبه. إن مرض روح زوره، إن حدثت له حادثة روح له، إن جاله خبر طيب روح هنيه. حاول انك انت ايضا تسلك معاه في المجاملات التي تستحق المجاملة، يعني المناسبات التي تستحق المجاملة روح له. ربما شعورك الطيب ده يخفف من حدة عدوته ليك، او على الاقل انها ما تزيدش، يعني اما تخف العداوة على الاقل ايه ما تزيدش. واعرف ان العداوة لا تعالج بعداوة، النار ما تطفيهاش النار، تطفيها المية. والكتاب بيقول: إن جاع عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، فإنك بهذا تحمل جمر نار على رأسك. يعني إن وجدته محتاج اديله، هتلاقي بالشكل ده كأن نار جات له، يقول أنا غلطان، أنا إزاي بعمل الرجل الطيب بالأسلوب ده، فتبقى أنت بتعالجه بالعمل الطيب اللي انت بتقوم بيه. الكتاب بيقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. فاذا عدوك ده ارتكب شر من جهتك، ما تخليش الشر يغلبك وانت تبقى راخر زيك زيه، انما اغلب الشر بالخير. دي طريقة كويسة.
اعرف كمان ان عدوك ده بيتسبب ليك اكاليل باحتمالك ليه، بصبرك عليه، بيديك فضائل، فضائل المغفرة، فضائل الاحتمال، فضائل الصبر، فضائل محبة الاعداء، كل دي فضائل تخط عن طريق العدو. لكن الصديق ما يديكش ابدا هذه الفضائل. كمان عدوك ده ان وجدت فيه شيء صالح امدحه، لان ما فيش واحد كل اللي فيه غلط، ان لقيت فيه حاجة كويسة امدحه، هينكسف من مديحك ليه ويخفف عدوته ليك. ربنا يساعد. في حاجة تانية، كلمة لطيفة قالها القديس يوحنا الذهبي الفم، قال هناك طريقة تستطيع بها أن تتخلص من عدوك، وهي أنك تحول العدو إلى صديق وتبقى كده اتخلصت منه. سؤال أخير، واحد بعت لي بيقول لي هل يمكن لروح إنسان أنها تتجسد في إنسان آخر من بعد وفاته، وهل هذا الفكر يتفق مع الكتاب المقدس وعقيدة الكنيسة، وما رأيك في الأطفال الموهوبين، هل هم ثمرة أرواح نزلت فيهم وأعطتهم خبرتها مثل بعض الموسيقيين النابريين؟ وأما شنود الذي نبغ وهو في سن السادسة أو التاسعة؟ الكتاب المقدس لم يقل لنا إطلاقا أن روح بعد ما الإنسان مات تحل في جسد آخر، ما حصلش أبدا أبدا، وإن كان في دليل قولوا لنا عليه، وأنا زي ما قلت لكم هكتب كتاب على الأرواح وهرد على الحاجات. أما وجود أطفال نابغين ودول يبقى معناها أرواح نزلت فيهم، يعني ولد اتعلم الموسيقى وهو صغير يبقى روح موسيقي كبير دخل فيه، موهبة من الله زي أي مواهب ما بتعطى. مش في الناس، عشان كده بنسميهم أطفال موهوبين، موهوبين يعني أخذوا هبة من الله. يعني الله بيوزع المواهب، وساعات بيوزع مواهب على أطفال، نوع من الإعجاز اللي ربنا بيعمله، لكن مش معنى كده روح موسيقي آخر دخل فيه. ولو كان روح موسيقي آخر دخل فيه، ليه يديله الموسيقى بس، ما يديله بقية المعارف الأخرى؟ ونلاقي الولد الصغير أول ما يتولد يكلم الناس بالمهد صبيا، لأنه فيه روح تعرف الكلام وتعرف اللغة وتعرف المعلومات. وهو يعني الموسيقي ما يفهمش إلا في الموسيقى؟ ما يفهم في حاجات تانية. يعني مش وأنبا شنودة الرئيس المتوحدين، مش معقول روح قديس دخل فيه علشان بقى قديس وعمره 9 سنوات، ده كلام مش معقول أبدا. طب ما ياما قديسين كانوا قديسين وهم صغيرين، معناها إن لازم روح دخلت جواه، روح أخرى. يبقى في الحالة دي لا فضل له، يبقى لا فضل له اطلاقا على تقواه في طفولته، لان دي مش صدر منه، صدر من الروح الاخرى اللي اختبرت الصلاة قبل كده وزقته في السكات. وفي الحالة دي يبقى مين اللي هيكافئ، الانبا شنودة ولا الروح الاخرى اللي دخلت فيه؟ كلام غريب جدا عن تعليم الكنيسة، غريب جدا جدا، لم نسمعه من قبل. يا ما قرينا في كتب الآباء مجلدات عديدة فلم نجد أبدا فيها مثل هذا التعليم، إن روح تخش في واحد بعد ما يموت. كون إن ربنا يرسل روح لتقوم بعمل طيب ممكن، زي ما رجرجس ما بيجي يعمل معجزة ويمشي، لكن مش معناها عشان يعمل معجزة يخش في واحد ده إيه؟ لم يشرح لنا الكتاب عن دخول أرواح في بشر إلا أرواح الشياطين بس، عشان كده أعطى التلاميذ سلطانا إنهم يخرجوا الشياطين، سلطان إنهم إيه؟ يخرجوا الشياطين.
الحاجات دي ليها ردود كتيرة، بس أنا خايف لو أسرح فيها متردوش محاضرة النهاردة، فيعني نكملها لكم إن شاء الله في أسبوع. هحط السؤال ده جيد. ويبقى الإنسان له روحين، روحه وروح التاني. طب افرض إنسان نبغ في الموسيقى وفي الرياضة، يبقى دخل روح بتاعت موسيقى وروح بتاعت رياضة، دي حاجة تخليه يروح صلاية المجازين، حاجة مش معقول. دي بنسميها مواهب. مواهب يعني زي ما ربنا بيدي أي إنسان موهبة، يستطيع الله أن يعطي الطفل موهبة. ويبقى في الحالة زي دي الأطفال الموهوبين يذكروننا بنعم الله على البشر، مش يذكرونا بتجسد الأرواح. هتقولي واحد من القديسين اتكلم على تجسد الأرواح دي، ولا آية في الكتاب تقول على تجسد الأرواح؟ فيش كلام من نقطة. نكتفي بده أي ترتيلة وبعدين نخش في الموضوع بتاعنا إن شاء الله. إن شاء الله الأسبوع جاي جاي من سؤال آخر عن شريط العذراء في يوغوسلافيا، أكلمكم فيها المرة الجاية. مش لاقي وقت. إن شاء الله كل مرة نيجي بدري كده ربع ساعة لغاية لما يبقى الاجتماع بدايته 6، يعني من 6:30 نيجي 6:15 وبعدين نيجي 6. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نتابع محاضراتنا في سلسلة الرجاء، ونتكلم عن من ضمن الحاجات اللي تجيب رجاء للنفس إن ربنا يقدر على كل حاجة. إن كنا إحنا ما نقدرش ربنا يقدر. دائما الشيطان في حربه للإنسان يقدم له صورة مظلمة، يظهر له ان جميع الابواب مقفلة والسكك مسددة وانه لا خلاص، زي ما قال داود في المزمور الثالث: كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. يقود الإنسان إلى اليأس، إلى التعب، إلى الضجر، يصور له ضعفه وعجزه، يقول له مفيش فايدة، خلاص ضايع ضايع، يصور له صعوبة الباب الضيق والطريق القرب، يوري له ثقل الصليب وعدم القدرة على احتماله، يشعره بأنه لا فائدة. طبعا الإنسان اللي يضع أمامه المصاعب هيتعب. على رأي المثل الذي يقول: الذي يرقب الريح لا يزرع. لو قعدت تفكر النهاردة هتيجي ريح أمشيرية تشيل الجو كله، ما انتش زارع. وإنما الكتاب يعطينا فكرة عن أننا لا ننظر إلى المتاعب، إنما ننظر إلى عمل الله. ربنا دايما بيشتغل، وبيشتغل لخير الإنسان، ومساعدته موجودة والمعونة بتاعته موجودة،
ومن يتكل عليه لا يخزى. ضرب لنا الكتاب أمثلة كثيرة جدا، سواء في قصص المعونة أو في قصص التوبة أو في قصص الإيمان. يعني مثلا من كان يظن إن موسى الطفل الصغير اللي مرمي في الصفر ومحكوم عليه بالموت قبل ما يتولد يصبح زعيم لشعب وقائد لأمة ويخاف منه فرعون ويقول له أخطأت إلى الرب وإليكما، إليه هو وهارون، ويقول له صلي من أجلي، والكتاب يقول له جعلته إلها لفرعون، يعني سيد ورب لي ومتسلط عليه. مين كان يظن؟ مين كان يظن ان الطفل ده اللي مرمي في المية واهله خايفين عليه وبيقولوا هيموت هيموت وربنا يستر، ده يقدر يشق ويعمل طريق فيه ويقدر يضرب الصخرة تنزل مية ويقدر ينزل للناس البن والسلوى من السماء؟ مين كان يقدر؟ لكن احنا نقف قصاد كل ده ونقول له يا رب قوتك عظيمة، قدرتك لا تحد، أنت تستطيع كل شيء. أنت تستطيع إيه؟ كل شيء. ده موسى ده اللي كانوا خايفين عليه يموت في طفولته، ده عاش 120 سنة. مش بس نجي في طفولته، وفي حياة طويلة أمام الله. خدوا واحد زي شاول الطرسوسي، من كان يظن ان شاول ده يبقى اكبر معين للكنيسة، اللي كان مضطهد للكنيسة وقال انا الذي كنت من قبل مضطهدا للكنيسة وكنت مفتريا، اللي كان بيجر رجال ونساء الى السجن، لكن ربنا قادر انه يغير القلوب، ربنا قادر يحول الشر إلى خير، ربنا قادر يحول الاضطهاد اللي موجود عند شاول الطرسوسي إلى بركة ونعمة وكرازة وخدمة للكلمة. ربنا قادر يعمل كل حاجة، ربنا قادر يعمل كل حاجة. صدقوني أنا وقفت أمام آيتين، آية منهم كبيرة جدا وآية أكبر وأكبر وأكبر. الآية الكبيرة هي اللي بتقول كل شيء مستطاع عند الله، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، كل شيء مستطاع عند الله. لكن في آية أكبر وأكثر تأثيرا، الآية اللي بتقول كل شيء مستطاع للمؤمن. يعني مش عند ربنا كل شيء مستطاع، ما دي معروفة، دي لو واحد يقولها لك قول له ما احنا عارفين، لكن كل شيء مستطاع للمؤمن. زي ما بولس الرسول بيقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. هنا تأتي قوة المؤمنين، إن المؤمن لا ييأس أبدا، لا يضعف أبدا، لا يفشل، يشعر إن كل شيء مستطاع. ده أنت لو عندك إيمان تقول للجبل ينتقل فينتقل، لو عندك إيمان تشق في البحر طريق، لو عندك إيمان. إذن المهم إن الواحد يؤمن بإن كل شيء مستطاع، تؤمن إن كل شيء ممكن وإن الله لا يعسر عليه أمر، اللي ما تقدرش عليه أنت يقدر عليه ربنا، واللي ما تقدرش عليه النهاردة تقدر عليه بكرة. دا
ده في كلمة لطيفة في سفر أيوب بتقول إيه؟ الله يغلب لا الإنسان. الحاجة اللي أنت ما تقدرش عليها ربنا يقدر عليه، كل حاجة ممكن. لازم تتأكد وتعرف إن العالم كله في إيد الله، إن حياتك ومستقبلك في إيد الله، ليست في يد إنسان ولا في يد أعداء ولا في عوامل بشرية أيا كانت ولا في حوادث ولا حاجة أبدا. حياتك، مستقبلك، مصيرك، راحتك، كلها في إيد ربنا. ما دام في إيد ربنا تنام وتستريح بالإيمان. لازم كده، لازم تعرف ان ربنا ضابط للكل، واخد باله من كل حاجة، مش خلق الدنيا وسابها، خلق الدنيا وبيرقبها. وفي آية معزية في المزامير تقول ايه؟ الله لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. جايز يترك العصا تصيبهم يعني تخبط فيهم خبطة، لكن تستقر لا، تستقر لا. داود يقول ايه؟ يقول على ظهري جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. طب وبعدين؟ الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة. فالراجل المؤمن ما بيهموش، يعيش مع ربنا في فرح وفي سلام، ولا يهمه لا ضيقات ولا مصاعب ولا تعب. يقول لك ربنا قادر على كل شيء، إن لقى ضيقة يقول ربنا هيخلصني منها، إن رأى مشكلة يقول ربنا هيحلها، إن لقى باب مقفول يقول بكرة يتفتح، إن ما تفتحش النهاردة يتفتح بكرة، لكن هيتفتح هيتفتح. يعيش بقى بالإيمان في فرح وفي سلام وما يتضايقش، يعيش في رجاء إن كل حاجة هتمشي مظبوط، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. ما دام كل الأشياء تعمل معا للخير يبقى أنت ما تتضايقش أبدا، كله للخير. جات لك نعمة تقول للخير، جات لك مشكلة تقول للخير، كله للخير. هو إحنا يعوزنا إن تكون لينا القلوب المتسعة اللي تساع المشاكل وتساع الضيقات وتساع التجارب، تتسع لكل شيء وما تتعبش ما تتضايقش. القلوب الضيقة هي اللي بتتعب. تقابل واحد تلاقي دمعته على خده، ليه؟ عشان مشاكل؟ مش عشان مشاكل، عشان قلبه ضيق، عشان إيمانه ضعيف. في ناس لا ينظرون إلا إلى النقط السوداء، تقعد معاه يقول لك الدنيا كركبت خلاص، روح ده جرى لك أي حاجة، تخليك شديد شوية كده، إيه الحكاية؟ في مشاكل، في مشاكل وفيه ربنا، فيه مشاكل وفيه إيه؟ وفيه ربنا، وربنا بيحل المشاكل. ليه أنت تقف عند المشاكل وما تتقدمش خطوة تاني؟ فيه مشكلة وفيه ربنا، وفيه ربنا بيحل المشكلة دي، حاجة تمام. إن جات لك مشكلة تقول ده هو ربنا ساكت؟ ده ربنا شغال وهيحل والحالة تبقى عادي. يعني تلاقي قصادك جوليات كده واقف زي الوحش، تقول ان وجد جوليات هيوجد داود يديله حصوايه ينزله الارض، لكن لا تظن ان يوجد جوليات بدون داود، مش ممكن، لا يمكن ان يوجد جوليات ايه بدون داود. فما تخافش، تخليك راجل شديد وزي الحديد. مين كان يتصور ان نحميا الاسير، اسير الحرب الموجود في عهد ارتحشست الملك،
يكون هو الراجل الذي يبني أسوار أورشليم. مين كان يفكر أسير هو اللي يبني ده؟ يمكن كل أحلام الأسير إنه يخرج من القصر، لكن يخرج والملك يبعث معاه جوابات ويدي توصيات للولاة ويبعث معاه المؤن ويخليه يبني. ده ايه ده؟ ده شغل إلهي. صدقوني لما نتتبع يد الله في الأحداث، إيد ربنا وهي بتشتغل في الأحداث، كل يوم يزداد الإيمان وكل يوم يزداد الرجاء. ربنا بيشتغل. عارف المشاكل اللي بتجيلك دي؟ دي يمكن جزء بسيط، ده في مشاكل تانية كانت جايالك وربنا زوحها في السكة ومشها قبل ما توصل لك. يعني انت بتشكر ربنا على المشاكل اللي شفتها وربنا انقذك منها، لكن ما بتشكرش ربنا على ان في شيطان كان جاي لك من بعيد وربنا بصله كده وقال له ابعد اوعى تقرب عليك، فما قربش عليك. وانت ما بتشكرش، وانت ايه اللي عرفك ان ده كان جاي؟ يا ما في حاجات ربنا بيبعدها من قبل ما توصل ومن قبل ما تحصل. فربنا بيحمي البشر وبيرعاهم، شبه نفسه بالراعي، الراعي الصالح، الراعي الصالح اللي يبذل نفسه على الخراف لكن ما يتركش الخراف تكون ضيعة. إذا رأيت الحاضر مظلما لا تنظر إلى الحاضر المظلم، إنما انظر بعين الرجاء إلى المستقبل المنير. تقول النهاردة ظلمة بكرة هيبقى فيه نور، مش بيقول كان مساء وكان صباح يوما واحدا؟ انت تقف عند كان مساء وخلاص ما تكملش؟ لا، كان مساء بعدها وكان صباح هو اليوم الواحد. كانت مشكلة وكان حل. واحد يقف عند اول آية في سفر التكوين ويقول ياه ده الحكاية تعب أوي. ليه؟ يقول لك في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. ويروح واقف عند هنا، صحيح الأرض خاربة وصحيح خالية وصحيح مغمورة بالمياه وفوق المية ظلمة، طب وبعدين؟ وروح الله يرف على وجه المياه. كملها عشان تصحى لنفسك. وروح الله اللي بيرف على وجه المياه ده ساكت، بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا ودعا الظلمة مساء، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. إذا ربنا بيقول ليكن نور فيكون نور، وبعدين يفصل بين النور والظلمة. ما تقفش بقى عند الأرض المظلمة وتقعد تلطم جنبيها وتقول ضعت وما فيش فايدة، لا، استمر شوية كده، خلي عندك الإيمان اللي يشعر بأن الله بيعمل وبيعمل بقوة وبيغير الأحداث وبيغير القلوب وبيصلح كل حاجة. ده لو ما كانش فيه مشكلة وتتحل انت مش هتصل الى حياة الشكر. يجي لك منين الشكر ده؟ كيف تصل الى فضيلة الشكر الا ان فيه مشكلة وتحلت؟ ده لو ما فيش مشكلة وتحلت ما تاخدش خبرات روحية، ما تاخدش فكرة عن ربنا اللي بيشتغل، ما يزدادش ايمانك. ده كل المشاكل دي لها اهداف روحية تعرفها بعدين. الانسان المؤمن يبص لبعيد، مش يبص تحت رجليه، لا، يبص لبعيد، يبص لبعيد.
يعني النهاردة تعب بعد شوية كله هيتصلح، كله امتى؟ ربنا يجي ولو في الهزيع الأخير من الليل، لكن لازم يجي ولازم ينتهر الأمواج وينتهر الرياح ويصلح كل حاجة ويمشينا معاه فوق المية كده. هل كان يتصور بطرس ده انه هيمشي على المية قبل ما الناس بقى يعرفوا، قبل ما يعرفوا انعدام الوزن والحاجات، كان يقدر يعرف انه هيمشي كده على المية؟ لكن ممكن، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، ومستطاع عند الناس اللي عندهم إيمان. لازم أيضا تعرف إن ربنا لو اشتغل معاك يستطيع إن ينزع منك الخوف. هي مشكلة الناس إنهم بيخافوا، والخوف ده بيتعبهم في حياتهم. الخوف ده دليل على ضعف الإيمان على طول كده. من إن ما تلاقي نفسك خايف حط جنب الخوف يساوي عدم إيمان. أما المؤمن فلا يخاف أبدا. ده بيقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر. ليه؟ لأنك معي، أنت معايا، ده الإيمان. إذا أنت معايا أخاف من إيه؟ يقول إن يحاربني جيش فلن يخاف قلب، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. أهو ده الكلام. المؤمن بتاع ربنا ما يخافش أبدا، مستحيل تلاقيه زي الحديد كده، مش زي الحديد المطاوع، زي الحديد الصلب، لا يخاف. يقول ايه؟ مرارا كثير حاربوني منذ صباي. طب وبعدين؟ وانهم لم يقدروا علي. ما تاخدش النص وتسيب النص. في العالم يكون لكم ضيق، ده النص، ثقوا انا قد غلبت العالم، ده النص التاني، تتسوى على طول. يا ريت تتذكر اعمال الله الجميله مع الناس، يا ريت تتذكر يد الله في التاريخ، يد الله في الاحداث، يد الله في الضيقات، ازاي ربنا بيشتغل. لو بصيت في كده تلاقي كل الامور ماشيه مظبوط. لو يوسف الصديق وقفت آماله عند وجوده في السجن يبقى ضاع. يقول بقى كده يا رب، كده اللي تعمله معايا ده، بقى انا اسلك معاك بكل امان واطيعك اكثر ما اطيع الجسد، وبعدين تجيني التهم الرضية ويجيني الظلم واترمي في السجن والطول المدة علي وانت ساكت. يا يوسف انتظر يا حبيب، دي الحكايه جايه، وجايه بوفره، مش جاي خير بعدل، خير بطوفان كده. ربنا هيحلها بطريقه من اجمل ما يكون، وتنتقل من السجن ليس الى الافراج، وانما الى انك تبقى الراجل الثاني بعد فرعون، واخواتك يجوا لك وتتقابل مع ابوك وتتقابل مع بنيامين وتبكي على كتفه زمانا وتنبسط وتفضي اللي جواك. تفضي ايه؟ اللي جواك. بس الواحد مش يجي عند الضيق ويروح واقف، امشي كم خطوه قدام كده، امشي كم خطوه، كم خطوه تلاقيها استريحت. إن لقيت نفسك ما عندكش قوة تقول الله قادر أن يغلب بالكثير وبالقليل. الله قادر أن يغلب إيه؟ بالكثير وبالقليل. عبارة قالها يوناثان ابن شاول في حرب، الله قادر أن يغلب إيه؟ بالكثير وبالقليل.
الله قادر ان يغلب بجيش يشوع، وقادر ان يغلب بحصاد داوود، يقدر بدي ويقدر بدي. الله قادر ان ينشر الكلمة بعلم بولس الرسول وفلسفته وحكمته، وقادر ان ينشر الكلمة بجهالة الصيادين. قادر دي ودي، ربنا يشتغل بالكل، ربنا يشتغل بالكل، يشتغل بالقديسين الجبابرة اللي زي يوحنا الحبيب، ويشتغل بالعشار اللي في مكان الجباية زي متى الرسول، بيشتغل بالكل. كل حاجة تيجي في ايد ربنا يعمل بها عمل، حتى لو كنت حصوايا. اذا كانت الحصوايا في ايد داود عمل بها عمل، يبقى الحصوايا لو جت في ايد ربنا يعمل بها ايه؟ يعمل بها عمايل، مش عمل بس. الله بيعمل حاجات كتيرة جدا. احنا لازم بس نطمئن الى عمل ربنا. التلاميذ غلطوا لما افتكروا ان المسيح نايم في السفينة، قالوا له يا رب انت نايم، اما تبالي اننا نهلك؟ تهلكوا يا ضعاف الايمان، تهلكوا المسيح جنبكم؟ ده نوم المسيح اكتر من يقظة الجبابرة. انتوا ايه؟ اوعى تفتكر ربنا نايم بصحيح. الله لا ينعس ولا ينام. ده المسيح هو نايم كان واخد باله من كل حاجة، واخد باله من كل حاجة. الجسد نايم والروح بتشتغل. لطيفة العبارة التي قيلت عن زربابل. زربابل ده اللي أعاد بناء الهيكل، وكان من رجال السبي أيضا، عشان كده سموه زربابل، يعني زرع بابل، يعني اللي اتولد في بابل في أرض السبي. ربنا يقول إيه؟ من أنت أيها الجبل العالي؟ أمام زربابل تصير سهلا، سهل يعني أرض منبسطة. يعني من أنت أيها الجبل العالي؟ كل ما تجيلك مشكلة تقول لها من أنت أيها الجبل العالي؟ أنت مين يعني؟ أمام ربنا تصير سهل. بيقول لك الرب يدوس على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه هو يسكت. خليك بقى واثق ان لو البحر هاج عليك عند ارتفاع لججه ربنا بيسكت. انت تتعب لو شعرت انك واقف لوحدك، لكن لو ربنا واقف معاك تقول استطيع كل شيء. لو ربنا واقف معاك تقول استطيع كل شيء، ومفيش حاجه تقدر عليا ابدا. طب شوفوا مثلا في انتشار المسيحيه، وقف ضدهم الأباطرة الرومان، نيرون، ديوقلديانوس، ماكسيميانوس، جبابرة، ده 10 قرون للوحش. جرى ايه؟ راح نيرون وراح ديوقلديانوس وبقيت كلمة الرب ثابتة. ماري مرقس جه مصر، ايه الصعاب اللي لقاها؟ لا تحصى. ده راجل كان جاي جزمته متقطعة وحالته حال، كان يفكر انه ينشر الايمان في البلد كلها ممكن. ربنا بيدبر حاجات كتير. فكركم يعني مرقس قبل ان ينس بمحض الصدفة؟ ربنا مدبر الحكاية منذ الازل، وكاتب ربنا في التاريخ قبل ان يحدث ان مرقس اول ما هيروح هيقابل ان ينس، وهيحصل ويحصل ويحصل. تقول لي انا خاطي وتعبان وخطيتي متلتله ومجعمسه ومدهمسه ومزغمده، وزي ما تقول لياكم برضه مش عارف هيترجموها ازاي. هتكون خطيتك اكتر من زكى العشار. زكى العشار كان ظالم وكان قاسي وكان مكروه ومزدرع من الناس، ولكن جات نعمة ربنا وقالت اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. مهما انت كنت خاطئ، هتكون خاطئ زي أغسطينوس اللي أمه بكت عليه بدموع ولا 20 سنة، طلع ايه بعد كده؟ طلع قديس كبير. مهما كان خلي عندك رجاء،
قل له يا رب احسبني مع أغسطينوس، مع موسى الأسود، مع فيلاجئ، مع مريم، مع بتوع التوبة دول كلهم. ربنا قادر ان يحول القلب، هو اللي بيشتغل. بيقول اخذ قلب الحجر اللي عندكم وحط بداله قلب لحم، ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. انا اللي هعمل دي، اضع روحا في داخلكم. هو ربنا اللي بيعمل دي. ما تيأس ابدا، قل ربنا قادر. انا دلوقتي بحب الخطيه موت، ربنا قادر يكرهني في الخطيه، مش انا اللي هكرهها، هو اللي هيكرهني فيه. يكرهني فيها ازاي انا مش عارف، لكن هيجي وقت يكرهني فيه. ربنا ليه طرق، انت هتعدل عليه، سيبه هو يشتغل. قل له يا رب كرهني فيها وسيبه هو يكرهك فيها. لي عادة معايا 10 سنين 20 سنة ما بطلتهاش، ان شاء الله هتبطل في السنة 21. ربنا قادر، هو يعني ربنا بيشتغل، هو قادر على كل شيء. بس المهم ان يكون عندك الايمان اللي تؤمن به ان ربنا هيشتغل. حد كان يفتكر ان اريانوس اللي اضطهد المسيحية في مصر اضطهاد صعب جدا جدا، لما كان واحد شهيد يتعبوا معاه يحولوه على اريانوس يتفنن فيه تفنين. اريانوس ده يؤمن بالمسيحية ويصير شهيدا ويكون له يوم عندنا في السمكسار، مين يفكر في ده؟ الله قادر، قادر. ده يمكن ناس كانوا بيصرخوا يا رب نجينا من اريانوس، يقول استنوا بس، ده انا محضر له تحضيرة هتشوف، ده هيبقى شهيد ويبقى مؤمن ويخش ملكوت السماوات معاكم. ده انا ساعات افكر لما بولس الرسول يخش في السماء ويقابل استفانوس يكون وشه فين، وهو اللي بهدله اخر بهدله ولا حاجة، استفانوس هيقول له ولا تتكسف. انا يعني غفرت لك ومبسوط انك جيت. من النوع ده كتير بقى، من النوع ده كتير. مين كان يفكر ان بطرس الناكر اللي انكر المسيح وضعه في امام جارية يبقى هو الراجل البطل اللي يقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس ويجاهد ويكافح لنشر الايمان؟ مين يفكر؟ ده ربنا له تصرفات عجيبة. ربنا يحول المر الى حلو، ويحول الخاطي مش الى تائب، يحول الخاطي الى قديس. ربنا بيشتغل شغل عجيب، بس المهم انك انت تحط ايدك في ايده، مش تقول له يا رب اشتغل وانا هنام على بال ما تجيني تصحيني من النوم. لا، اشتغل معاه، اشتغل معاه، اشترك مع روحه القدوس في العمل، ادخل في شركة الروح القدس. يعني ربنا قادر، لكن في بعض امور انت لازم تعملها علشان تحس بعمل الله فيك، وعلشان تؤهل الى عمل الله ايضا. اول حاجة مفروض يكون عندك ايمان لكي تعيش في السلام وفي فرح الايمان وفرح الروح القدس، لازم يكون عندك ايمان. وان ما كانش عندك ايمان قل له اعن ضعف ايمان، اديني الايمان من عندك، اطلب من ربنا ان يعطيك الايمان ان لم يكن لك هذا الايمان، اطلب من ربنا. وبالايمان تقدر على كل حاجة، لان بيقول لك كل شيء مستطاع للمؤمن. تاني حاجة مفروض انك انت ترد على المخاوف التي تأتيك.
لا تستسلم لفكر اليأس ولا فكر التعب ولا فكر الخوف. ترد على الأفكار، الرد على الأفكار تدريب روحي جميل. كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله، ده بيقولوا كده، لكن أنا لا، ده أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب معي. ده هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. فكر نفسك. ممكن أيضا ترد بالآيات. الإنسان اللي يحفظ آيات كتير يقدر يعيش سعيد في حياته. كل ما يجيله فكر يرد عليه بآية، يجيله فكر خوف يقول له لا، ده ربنا بيقول أنا هو لا تخافوا، بيقول له لا تخف ولا ترتعد، كما كنت مع موسى عبدي أكون معاك أنت أيضا، لا يقع بك أحد ليؤذيك. احفظ آيات، احفظ آيات ورد بالآيات. خلي عندك رصيد كبير من الآيات ترد به على كل مشكلة، ترد به على كل مشكلة، ترد به على حروب الشياطين. إن جالك فكر خوف قل لا، ده أولاد ربنا لازم يكونوا جبابرة. شوفوا يعجبني في سفر العدد، سفر العدد ربنا لما جه يعد الناس بتوعه ما قعدش يعد الحابل والنابل، عد الناس اللي هم جبابرة ورجال حرب، هم دول المعدودين. تلاقوه قال ابن 20 سنة فصاعدا الخارج للحرب، لأن أولاد ربنا لازم يكونوا جبابرة، جبابرة في روحهم، مش جبابرة يعني في القوة الجسدية، لا، جبابرة في أرواحهم، جبابرة في إيمانهم، في معنوياتهم، مش يتهز كده ويقع ويخاف، لا. بيقول لك تخت سليمان حوله 60 جبارا كلهم متعلمون الحرب، كل واحد سيفه على فخذه من هول الليل، جبابرة. فانت تدخل في قتال الشياطين كجبار بأس، الشياطين يخوفوك، ده انت اللي تخوفه. تقول لي بقى معقول حد يخوف شياطين؟ صدقوني في قديسين كانوا بيخوفوا شياطين، كان الشيطان يشوف قديس يصرخ وياخد بعضه ويجري مجرد يشوفه كده. تقول لي طب ليه انا ما بيخافوش مني الشياطين؟ اقول لك لانك بتخضع ليهم وبتسلك حسب هواهم، وزي ما بيقولوا لك تطاوع يقولوا لك اقطف من الشجره دي تقطف، يقول لك ده بقى هنخاف من ما ده بقى من بتوعنا. لكن خليك جريء وانت اللي تخوف الشياطين مش الشياطين اللي يخوفوه. تذكر دائما وعود الله، وتذكر قوة الله وعمل الله، وتذكر ثمار الروح القدس ان منها فرح وسلام، وخليك في ثمار الروح القدس دي ما تتعبش، وباستمرار تقعد تتغنى بعمل ربنا، وتتغنى بصفات الله الجميلة، وتبعد باستمرار عن روح الضعف. في ناس بيفهموا التواضع والوداعة فهما خاطئا ويحول الإنسان إلى شخص ضعيف، وكل شوية يقول أنا ضعيف أنا المسكين، وبعدين يلاقي نفسه اقتنع بانه ضعيف ومسكين. ليقول انا ضعيف لكن قوة الله اللي معايا هي اللي هتشتغل فيا وهي اللي هتشتغل بي، انا ضعيف وعاجز عن اني اقاتل اصغركم لكن بقوة ربنا اقدر. انت تفتكر ضعفك
وتنسى قوة ربنا، تنفعش الحكاية دي. حط الاثنين مع بعض. ولا تفهم التواضع فهما خاطئا، لا تفهم التواضع فهما خاطئا. إن لقيت فخاخ العدو منصوبة أمامك تقول الفخ انكسر ونحن نجونا، إيه آية. القديس ماري أغريس في كتابه عن المحاربات الروحية تكلم عن استخدام الآيات في الرد على كل حرب روحية، في الرد على كل فكر، وفي الرد على كل شهوة، وفي الرد على كل حرب من حروب الشيطان. تلاقي آيات قوته، لأن كلمة الرب حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. أما تمسك كلمة ربنا أحسن ما تمسك 10 سيوف، كلمة ربنا تقويك. ودايما تذكر خيرية الله، إن الله صانع الخيرات، وإن الله لابد أن يعمل معك خيرا، وإن دي وظيفته، إن هو أب بيهتم بأولاده، وراعي بيهتم برعيته، وصانع الخيرات زي ما قيل عنه في الكتاب، يقول يصنع خيرا، يقول يصنع خيرا. فتضع في نفسك هذه الصورة بالنسبة لربنا. وأيضا لكي لا تخاف ويكون عندك أمل، اصطلح مع الله. ما ساعات انت تقول صحيح ربنا بيعمل، لكن انا بقى ما استحقش انه يعمل فيا، ما انا راجل خاطئ وبيني وبين ربنا خصومة، وهو تلاقيه زعلان مني ومش هيعمل لي حاجة، وصلاتي غير مقبولة قدامه، وصلاة الأشرار مكرهة للرب، وتلاقي الشياطين هم اللي يفكروك بالآيات اللي زي دي. ما هو الشياطين حافظين آيات يستخدموها بالطريق المضاد وبالفهم السيء. انت تقول له يا رب ان كان تعمل خير في البار فده يمكن له استحقاق، لكن في انا الخاطي تظهر رحمتك. انت مش بتقول احبوا اعدائكم، اعتبرني عدو ليك وحبني. مش بتقول احسنوا الى مبغضيكم، حتى لو كنت انا قطك انت تحسن الي، وتستخدم الايات مع ربنا برضه. وبعدين تقول له امال يعني ايه مجانا بالنعمه، يعني ايه دي؟ ما ان كنت انا بالخير اللي فيا استحق، ما تبقاش خيراتك مجانا بالنعمه. وتجادل مع ربنا، ربنا يحب المحاورة دي. مش كل ما يبص الواحد من أولاده يلاقيه كده مدعمس كده وحالته تعبانة، ربنا عايز أولاده يكونوا فيهم نشاط وحيوية، ويقدروا يتكلموا ويقدروا يناقشوا، ويناقشوا معاه هو نفسه ويجادلوه. يقول لي يعني أنت بتقول أحب أعدائكم بس لينا إحنا؟ طب ما تعملها أنت بقى وتورينا. وانا حتى لو كنت عدو ليك برضو انت تحبني وتنجيني من عدوتي وتصلحني وتطهرني، مش كده ولا ايه؟ يقول لك كده. هتلاقي ربنا يمشي معاك. انت ممكن ايضا كل ما يجي لك مشكلة تقول انا مش عارف الخير اللي فيها، هي وراها خير، ولو صليت وربنا ما استجابش الصلاة قول وراء عدم الاستجابة دي فيه خير، أنا مش شايفه لكن هو فيه خير، بالإيمان أنا شايفه إن فيه خير. إيه هو؟ هيظهر بعدين الخير ده، هيظهر بعدين. وهكذا تعيش في حياتك باستمرار مطمئن، مطمئن إلى عمل الله، ومطمئن إلى رعايته، مطمئن إلى محبته، مطمئن إلى تدخله، مطمئن إلى قوته وإلى قدرته، ومطمئن إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. تفضلوا.